في الآونة الأخيرة انتشرت عدة حالات لفيروس كورونا في منطقة ريف دير الزور الشرقي، وبناء على مناشدة من الأهالي ومناشدة من لجنة الصحة في مجلس دير الزور المدني، قامت قواتنا من السجن العسكري بفضل حظر كلي على منطقة ريف دير الزور الشرقي. قامت قواتنا بنشر عدة حواجز، وقمنا أيضا بتشكيل عدة دوريات لتوعية الأهالي ولمنع التجمعات ولمنع حالات الازدحام حفاظا على سلامة المواطنين. كما نطلب من أهلنا في المنطقة ريف دير الزور الشرقي الالتزام بالحظر الكلي ومساعدة قواتنا لتجنب هذا الوباء.